النادي الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 وده بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في مباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الترجي التونسي واللي فاز فيها الأهلي بهدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة. حقق فريق الداخلية فوزا مثيرا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اللي جمعت الفريقين امبارح باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وبيقع فريق الداخلية في المركز 18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة. كريم يحيى لاعب فريق الداخلية حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب واللي حسمها فريق الداخلية بثلاثية على استاد بتروسبورت. أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك انتظم في التدريبات الجماعية امبارح على الأقيمة على ملعب النادي ده استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري. البطلة المصرية نور الطيب تأهلت للدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة الإسكواش اللي بتقام في مدينة مانشستر، وده بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وفازت نور الطيب في نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0. فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز بنتيجة 2-0 على ريال سويسيداد وده في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وبيحتل المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما يأتي ريال سويسيداد في المركز السادس برصيد 60 نقطة. فريق مانشستر يونايتد فاز بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن ده في نهائي الموسم الحالي. فريق العين الإماراتي توج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على يوكوهاما مارينوس اليابانية وده بنتيجة 5-1 في مباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب هزاع بن زايد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. وبكده انتهت جولتنا الرياضية.